السلام عليكم، الله يسعد مساكم بكل خير، حياكم الله. نحن اليوم في ساحة الشهداء مع الأبطال، ما شاء الله تبارك الرحمن. معنا عبد الرحمن الرئيس، ولا لازم أنت تعرف عن نفسك؟ أنا عبد الرحمن الرئيس. حياك الله. ومعنا تميم الرئيس. يا سلام. ومين معنا؟ محمد الرئيس. أوف، محمد الرئيس مرة واحدة؟ لا ما بيصير، محمدين الرئيسين في المدينة؟ مش معقول. طيب، على العموم نحن الآن في ساحة الشهداء، حبينا اليوم كذا بما أنه إجازة نأخذ الشباب كذا ونعطيهم كذا بعض المعلومات عن غزوة أحد، والآن حنختبرهم، حنشوفهم مركزين معنا ومصحصحين ولا لا. خلوكم معنا. طيب، مستعدين؟ نعم مستعدين. ما شاء الله، إيش الحماس، باقي بس تصرخوا. طيب جميل، السؤال يقول: في أي سنة وقعت غزوة أحد؟ في سنة 3 هجري و15 شوال. أحسنت، ممتاز. النتائج الآن: نقطة لمحمد، 0 لتميم، 0 لعبد الرحمن. السؤال موجه إلى عبد الرحمن: من هو أمير الرماة؟ عبد الله بن جحش. أفا، خطأ، حاول محاولة أخرى. عبد الله ابن من؟ عبد الله. ها؟ عبد الله بن جيش. جراء. لم تذاكر دروسك. عبد الله ابن من؟ لا يدري. عبد الله بن جراء. عبد الله ابن من؟ بن جراح. ابن جراحة؟ بن جراح. يا شيخ، يمين يسار. أبو جراح. خطأ. الإجابة الصحيحة: عبد الله ابن جبير. راحت عليك النقطة. ننتقل الآن إلى السؤال التالي عند الشيخ تميم. الشيخ تميم، سؤالك يقول: ما اسم هذا الجبل؟ الرومان. جبل؟ جبل الرومان. الله الله الله، ما شاء الله، درجة ونقطة وإجابة صحيحة. طبعا بعد المساعدة. ليش عم تغشوا؟ ليش عم تغشوا؟ يلا ممتاز، خليه يتعلم. أحسنت، نقطة. ننتقل الآن إلى الجولة الثانية والأخيرة، والسؤال حيكون عند محمد الرئيس: من هو حامل الراية في غزوة؟ عبيدة. حامل الراية أو حامل اللواء، لواء المسلمين. عبد الله بن هذا أمير. ها، اللي مدفون، ذكرنا لكم انه مدفون في المقدمة مع عبد الله بن جحش ومع حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. عبيدة. ها، عبيدة؟ لا اظن لن تعرف. ها، ابو عبيدة؟ لا، من باب التقريب هو اول سفير في الاسلام. من هو؟ هذه ما ذكرتها لكم. ها، عبادة؟ لا، غلط، هو مصعب ابن عمير. أيوة. رضي الله عنه. وين رايح؟ يلا، السؤال التالي عند عبد الرحمن: كم عدد المسلمين وكم عدد المشركين؟ أقصد الجيوش. جيش المسلمين كم عدده؟ 700. أحسنت. والمشركين؟ المشركين كانوا 3000. أحسنت، ممتاز، إجابة صحيحة. يا سلام، نقطة. السؤال الأخير، ما شاء الله دول جالسين يسووا مسابقة لفوق، خلونا معه. طيب، السؤال الأخير يا تميم: تعرف إيش اسم هذا الجبل اللي هناك؟ هذاك إيش اسمه؟ يا سلام، ممتاز، ما شاء الله عليك. يعني أنت الآن اشتراك في القناة، الآن هو متقدم عليكم، ترى نقطتين، يعني هو الفائز الآن، نقطتين مقابل نقطة لك ونقطة لأخوك، إذا هو الذي يحصل على الجائزة إن شاء الله، يأخذها في السيارة. يلا الآن انطلقوا إلى الجبل، روحوا إلى الجبل، أطلع مع أخوك.